السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي متتبعي قناة حمادي سبور ترينين، نتمنى بنال الإعجاب ديالكم جميع الأعمال التي نقدمها، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. هذا الفيديو إن شاء الله سوف أحاول أن أقدم خطة في كرة القدم، وهي خطة 3-4-3، وهذا العمل هو مستخلص من عدة أعمال لخطة 5-3-2 أو 3-5-2. في حراسة المرمى، حارس المرمى، ثم 3 لاعبين وسط الدفاع، 4 لاعبين في وسط الميدان، لاعب وسط ميدان دفاعي على اليمين، وسط ميدان دفاعي على اليسار، وسط ميدان هجومي على اليسار، وسط ميدان هجومي على اليمين، لاعبان اثنان على الأروقة. وسوف أوضح بعض الاختلافات. ومهاجم لاعب، عندما تكون الكرة مثلا، عندما نحاول إخراج الكرة هنا من طرف المدافع، فالحارس يتجنح الكرة، ثم وسط الدفاع يحاول التغطية، لاعب مدافع وسط على اليمين كذلك يتحرك، ثم يحاول هذا اللاعب وسط الميدان الهجوم على اليسار التقدم كجناح أيسر ليتحول وسط الميدان الدفاعي إلى هنا، ثم يتحرك المهاجم الصالح نحو الوسط، ووسط الميدان الهجوم على اليمين يتحرك نحو الوسط، ويقوم اللاعب الذي يلعب في الأروقة، الرواق الأيمن، بالتقدم إلى الأمام، هذا هو التحرك. ثم وسط الميدان الدفاعي على اليمين يتحرك للتغطية، ثم إذا كانت الكرة هنا على، حاولنا إخراج الكرة من جهة اليمنى هنا أو هنا مثلا، هذا يتحرك، ثم يتحرك وسط ميدان دفاعي نحو الكرة، تحرك جماعي، مهاجم الصريح هنا، ثم يحاول تحرك نحو الوسط، و وسط الميدان الهجومي هنا ليتحول هذا وسط الميدان الهجومي إلى هذا المكان للسماح لهذا اللاعب للتقدم إلى الأمام. في حالة، هناك عدة حالات أخرى، مثلا كرة عند حارس المرمى، طلب الكرة هنا، طلب الكرة هنا بهذا الشكل، الرجوع تم وضع بهذا الشكل، هو جميل هكذا، ويتحرك هذا اللاعب إلى هنا اسمه بالصعود، أو يتحول ك هذا الشكل. إذا مثلا لعبة الكرة هنا، فالمهاجم الصريح يتقدم نحو جهة الكرة، ثم يتحرك هذا اللاعب كذلك نحو الكرة، يتحول كمهاجم للسماح هذا اللاعب هنا، ويتحول إلى وسط ميدان هجومي، هذا هو مدافع وسط ميدان دفاعي على اليمين، يتحول إلى وسط ميدان هجومي، أو يتحرك هذا اللاعب هكذا، أو وسط الميدان يتحرك إلى هنا لطلب الكرة، أو هنا لطلب الكرة الطويلة.